الله يصبحكم بالخير. مشروع جديد وإن شاء الله راح يرى النور قريبا. تمام، هذا البرجين معروفين عندنا في اللؤلؤة صح وانت داخل، وهذا الجسر اللي حاليا يعني خلاص كلها لنهاية الشهر إن شاء الله يكون جاهز. طيب هذا الجسر وين بودينا صح ولا لا؟ كلنا نسأل هذا السؤال، هذا الجسر وين بودينا؟ هل بودينا اللؤلؤة ولا بودينا مكان ثاني؟ هذا هو المكان الثاني راح نشوفه مع بعض. طيب الحين أنا دخلت الجزيرة هذه، جزيرة الجيوان. تمام، طيب شلون بطلع؟ الطلوع من تحت، شوفوا راح أشرح لكم كل شيء إن شاء الله، وأيضا في مخرج ثاني، ولكن الحين نركز أن الدخول بيكون عن طريق الجسر والخروج من تحت عادي. جزيرة الجيوان هي عبارة عن 400 ألف متر، جزيرة صناعية ومجزأة إلى أربع أجزاء، راح نتعرف على جزء جزء بالتفاصيل كاملة. 400 ألف متر، عشان أوضح لكم، هذا هو ملعب الجولف في الجزء الأول من جزيرة الجيوان. تمام، فيه تسع حفر، معناته تتكلم على مساحة كبيرة جدا، بالإضافة إلى فندق كارنثيا. جزيرة الجيوان هذا هو ايوه عبارة عن 110 غرف، وراح يفتح ان شاء الله يعني مش الحين، قدام شوية، ولكن ملعب الجولف ان شاء الله راح يكون خلال قبل كأس العالم يكون فاتح ان شاء الله، ممكن مارس فيه هواية الجولف. هذا الفندق مثل ما قلت لكم عنه، شوف انت ماشي يوديك مباشرة الى هذا النادي الشاطئي مباشرة على البحر. تمام، هذا النادي الشاطئي هو فرع من الرئيسي الموجود في ميكانوس، اللي راحوا ميكانوس بيعرفون هذا المكان وهذا النادي الشاطئي. خلصت الجزء الأول، إذن فندق، نادي شاطئي وملعب الجولف. تمام، هذا الجزء الأول في الجزيرة اللي مساحتها 400 ألف متر. تمام، الحين بنتقل معاكم إلى الجزء الثاني وهو الأهم. شوفوا يا جماعة، الجزء الثاني هو عبارة عن وحدات سكنية، عبارة عن 15 وحدة سكنية فيها تقريبا 586 وحدة أو شقة. تمام، بينهم شوفوا بينهم في ممشى، هذا الممشى طبعا كله مكيف، بالإضافة إلى محلات تجارية عددها 101 محل تجاري. هذا الجزء الثاني، ولحين بعد في شغلة ثانية، ولا تنسون أيضا هذا المخرج الثاني إلى اللؤلؤة، راح نتكلم عنه بعد شوي إن شاء الله، ولكن حتى يعني تكونون على بينة، في 15 مبنى سكني متوسط الارتفاع بالإضافة إلى ممشى مكيف ومحلات تجارية في الأسفل. واللي بيسألني هذه إيش؟ هذه عبارة عن 18 فيلا للإيجار وليس للبيع، هذه كلها للإيجار لكن تابعة لفندق كارنثيا اللي تكلمنا عنه قبل شوية في المرحلة الأولى أو في الجزء الأول. 18 فيلا جاهزة مثل ما تشوفون، اطلال على البحر، برك سباحة، دورين، ثلاث وأربع غرف على حسب المتوفر. طبعا قلت لكم في الجزء الثاني من جزيرة الجيوان في عندهم 15 مبنى سكني أو عمارة صح؟ طيب اللي بيسألني للبيع، نعم بدأ البيع في هذه العمارتين، وعقب ما يخلصون هنا راح ينتقلون الى العمارتين اللي هناك، يعني اطلاله بحريه هنا واطلاله بحريه على اللؤة، راح يكون هنا سنتين هذين، الاربع عمارات هذين بيكونون للبيع، وبداوا بالبيع وراح احط لكم رقم اللي حاب يتواصل معهم. في شغله حلوه بعد سمعتها الان من الاخوان هنا في الاداره العامه، اللي حاب يستثمر في اللؤلؤة في عندكم طريقتين، اما عن طريق الشركه مباشره، نحن حاطط لكم رقمهم قبل شويه، او عن طريق البنك التجاري. اذا كان عن طريق الشركه مباشره راح يكون على 4 سنوات بتسهيلات الدفع، واذا كان عن طريق البنك التجاري راح يكون على 20 سنه تقريبا. وبالنسبه للاخوه الغير مقيمين في دوله قطر وحابين يشترون او يستثمرون في جزيره الجيوان، ايضا عن طريق البنك التجاري في تسهيلات خاصه لهم، ممكن يتواصلون معاهم ويعرفون تسهيلات الشيء. خلصنا الجزء الأول، ملعب الجولف والفندق، والآن انتقلنا، خلصنا
أيضا الوحدات السكنية اللي هي العمارات، الحين ننتقل إلى الجزء الثالث. الجزء الثالث هذا عبارة عن ثلاث أشياء مهمة جدا. الجزء الأول عبارة عن الفلل مع الأرض هذه مباشرة على البحر، يعني أنت بتأخذ مثلا هذه فلتك وهذه السيف مارك وهذا البحر معك، تمام؟ أو إذا تبغي تأخذ هناك في الجزء هذاك أيضا فلل مباشرة على البحر، إذا عندك يخت، عندك سكوت، عندك شيء ممكن تأخذ هناك. ولكن في كل الأحوال الأراضي هذه كيل لها راحت، والأراضي هذه كيل لها راحت، عددهم 57 أرض ساحلية وأيضا بحرية مباشرة، بالإضافة إلى مسجد وكلاب هاوس وملعب والبنانة، حديقة البنانة خلينا نسميها. في البعض سألني كم عدد قطع الأراضي على البحر. اللي مشاهدة الجهة هذه اللي معها سيف، هذه تقريبا 21 فيلا، تمام؟ والثانية اللي بدون سيف ولكن مباشرة على البحر إذا عندك يخوت أو شيء، 26 فيلا. الإجمالي كلهم 47 فيلا، تمام؟ مشاهدة البحر مباشرة. اللي هناك مشاهدين جزيرة اللؤلؤة مباشرة، وهذه مشاهدين البحر. طبعا في الجزء الأخير أو الجزء الرابع هو عبارة عن 6 قطع أو 6 جزر خاصة بالجوان، وتم بيعهم جميعا من فترة. وهذه الجزيرة شوفوها معي. فاللي بيدخل أو بيركب الجسر ذاك لهناك على الشارع من داش اللؤلؤة راح يشوف هذه الجزيرة، جزيرة الجوان، من أجمل الجزر صراحة. ومثل ما قلت لكم بدأ البيع سواء في الوحدات السكنية أو في العمائر موجودة حاليا. وأيضا بذكركم رقمهم، بحط لكم الآن مرة ثانية اللي حاب يتواصل. الدخول مثل ما قلت لكم من هنا الجسر الجديد، والخروج من هنا. والحين إن شاء الله راح نروح إلى الواقع، راح نشوفنا إحنا التصميم، لكن راح الآن نروح مع بعض الواقع ونشوف الجزيرة ونشوف الملعب الجولف ونشوف كل التفاصيل اللي نقدر نوصل لها إن شاء الله. هذا الجسر يا جماعة اللي قلت لكم عنه، أكيد طبعا كلكم عارفينه. هذا جسر معلق وتصميمه صراحة رهيب جدا، وراح نتكلم عنه إن شاء الله في يوم هذا الجسر. والآن راح ندخل مع بعض إلى جزيرة الجيوان. طبعا اللمسات الأخيرة لملعب الجولف مثل ما نشوف مع بعض الآن، هذا الملعب اللي فيه 9 حفر ويعتبر من يعني أكبر الملاعب الجولف الموجودة حاليا. واللي حاب الهواية هذه أبشر أن إن شاء الله قبل كأس العالم كل اللي تشوفون هذا راح يتم افتتاحه إن شاء الله. كل الملعب هذا كامل بكل تفاصيله وخدماته وأيضا الإدارة، كل شيء خالص، بس باقي يقول بسم الله ونفتتح الملعب. تذكرون قلت لكم في الجزء الثاني من مشروع الجوان العمارات السكنية، صح؟ هذه شوفوها تقريبا تشطيب نهائي إلا شوية. وجاتي معلومة الآن أيضا أن تحت الأرض في مواقف سيارات لتقريبا 1600 سيارة، تمام؟ هذه المحلات التجارية تشوفونها تحت، وهذه الشقق فوق. وبرجع أحط لكم الرقم إن شاء الله بعد شوية، اللي حاب يشتري حاب يلقي نظرة يشوف كل شيء إن شاء الله متوفر. وهذه الفلل المباشرة على البحر قلت لكم عنها، فهنا عماير سكنية وهذه الفلل. وأيضا أذكركم مرة ثانية أن الممشى بيكون مكيف ومظلل من فوق حتى يعطي فرصة للكل أنه يمشي براحته سواء صيف أو شتاء، تمشي أمورك طيبة، الجو معتدل ومناسب جدا. يعني أتوقع 7 شهور 8 شهور بالكثير إن شاء الله تكون جاهزة الوحدات السكنية في العماير، هي طبعا تقريبا 5 أدوار. خلينا ننزل الآن نشوف مع بعض. طيب عشان أوضح لكم يا جماعة، هذه العمارة
تقريبا تشتيت نهائي تقريبا ها، واللي حاب يشتري فيها ترى ممكن تتواصل معاهم وتشتري. اطلال على جزيرة اللؤلؤات، يعني اطلال على البحر، تمام. هذه العمارة تقريبا 99% جاهزة. اللي نشوفه الحين هو عبارة عن مكب لمدخل العمارة اللي قلت لكم عنها، اوكي. طبعا انزل المكيف، المكيف هي مجرد بس مؤقت، ولكن هذا التصميم راح يكون بالطريقة هذه، تمام. يعني انت تشتري عمارة، تشتري الشقة ولكن هذا مدخلها. فتشلون طريقته؟ مثل ما قلت لكم تشطيبات النهائية تقريبا. ورح ندخل الآن ونشوف مع بعض نموذج لشقة غرفة واحدة، تمام. مساحة هذه الشقة تقريبا 90 متر. دخلنا، هذا المطبخ الأمريكي مفتوح على الصالة، وهذه الصالة، تمام. طبعا المكيفات مركزية، هذا مجرد بس مؤقت، لكن هذا راح يكون التصميم. وهذه الغرفة، هذه الغرفة، اوكي. وهذا طبعا ملابس، وتكرمون هذا الحمام. تطلع من الغرفة تبي تبدل ملابسك، تبي تغسل، موجود عندك هنا غرفة خاصة للغسيل والكواي، وهذا أيضا حمام خاص للضيوف، بالإضافة إلى الحمام، المطبخ الأمريكي المجهز بكل شيء، تمام. يعني غسالة الصحون موجودة، الفرن موجود، الثلاجة موجودة، الشفاط موجود، كل شيء موجود. وعشان أوضح لكم بس، اللي تشوفون الأثاث هذا كله مجرد فقط تصميم مقترح، تمام. لكن أنت ما راح تستلم الشكل، أنت راح تستلمها فقط بالسيراميك، المطبخ والمساحات كلها هذه، ولكن كأثاث لا، تمام. كيف طبعا يكون موجود وكل شيء. طلعت الصورة، بالإضافة إلى إطلالة، شوف الإطلالة هذه، هذه إطلالة البحر بتكون لك مجابل اللؤلؤة. يعني راح تأخذ الكبتات تكون موجودة، والمكيف موجود، وأدوات المطبخ موجودة. هذه الأشياء راح تستلمها إن شاء الله. ولكن مرة ثانية أذكركم، الكراسي والديكورات هذه لا طبعا، هي مجرد بس مجرد يقول لك إن هذا تصميم الشقة إذا حاب تشتريها، بتكون بالطريقة هذه إذا حاب تأخذ بغرفة واحدة. وهذه مرة ثانية أذكركم، الإطلالة على البحر ومنظر جميل هذه، الصبح تقوم تشرب شاهي، تقعد لك في البلكونة برا، وإطلالة حلوة والشمس، صراحة مكان وايد حلو. يمكن البعض بيسأل، بس عشان أوضح لكم الصورة، هل تشوفون هذا؟ أيوة، هذا تقريبا الرمل هذا كله، هذا مجرد مؤقت حق سيارات المشروع تدخل وتطلع منه، ولكن كله ذي بيشال إن شاء الله، وكله ذي بيكون بحر. تحت هذا، هذا يكون الممشى اللي قلت لكم عنه، المكيف. شفنا هناك نموذج لغرفة واحدة، صح؟ خلنا نوديكم الآن نموذج لغرفتين، وصراحة بتشوفون شيء حلو. هذا طبعا غرفة خاصة لغسيل الضيوف، تمام؟ وهذا مطبخ مع غرفة خدامة، تمام؟ وهذه الصالة، شوف كبر الصالة، صراحة مساحة وايد حلوة، وإطلالة أيضا جميلة، لأن عندك المساحة دي كلها زجاجية بالإضافة إلى البلكونة. طبعا مكيف موجود وكل شيء. وهنا عاد تدخل على الغرفتين، كل غرفة، هذه غرفة إطلالة على البحر مباشرة مع حمامها، وهذه غرفة ثانية أيضا إطلالة على البحر، وهنا طبعا تكون الملابس، وهذا الحمام تكون. هذا نموذج لشقة غرفتين. حبيت أذكركم بتسهيلات الدفع الموجودة عندهم، إذا تبقيها عن طريق الشركة مباشرة على 4 سنوات، وفي أيضا تفاصيل ثانية تواصلوا معهم، أو عن طريق البنك التجاري على 20 سنة، وأيضا عندهم تفاصيل تواصلوا معهم.
وايضا غير قطريين او غير مقيمين من دول الخليج دول العربيه يبون يستثمرون ايضا ياخذون شقق او استثمارات هنا، ايضا بامكانهم التواصل مع البنك التجاري، ايضا لهم تسهيلات خاصه.